مساء الخير. مساء النور، يا هلا. وسمعت لك، انا بالصدفة شفتك لأول مرة. بدي اقول لك انه انت عملت بحث 3 سنين، انا صار لي تقريبا 10 سنين، وبس بدي اشكرك على شجاعتك، وبدي فعلا اقول لك انه كل يوم عم بكتشف خرابيط جديدة، وقديش احنا كنا مخسور راسنا، قديش كنا حافظين مش فاهمين، بس بنردد مثل الببغاء. انا عن جد كنت انسانة تافهة مش فاهمة شي في الدنيا، كنت عادي اي حد غير المسلم، كنت اقول حرام هدول رح يروحوا جهنم. انا بس بدي اقول شغلة يعني لها علاقة بالموضوع بس ربما مختلفة شوي بسبب غسيل الدماغ، والناس اللي هون كلهم اللي ممكن يكونوا بيعانوا من هاي الشغلات اللي انا كنت عاني فيها انتبهوا لهذا الشيء. انا استاذ محمد، انا كنت عايشة بفلسطين، ومن وانا طفلة انا متمردة على امور معينة في الدنيا كنت، وكنت حاسة انه في امور انا مش مصدقاها ومش فهمها. كنت اسال ابوي الله يرحمه وامي واهلي، فالكل كان يرد عليك باسلوب يعني انه ما تفكر ما تسال، انت هيك شيطان، انت هيك حرام، انت انت انت. لحد ما طلعت على اوروبا تحررت شويه، او يعني كان قرار انه انا بدي اكمل هذا البحث. في شيء غلط في حياتنا مش عارفه شو هو. انا حاليا عايشه بالسويد، وصلت لامور كتير تاكدت منها. بحترم كل الناس وكل الأديان حتى المسلمين، بس أنا اتعرضت لمرض نفسي بسبب المسلمين، بسبب إنه حطوا فكرة براسي، لأنه كنت متمردة وأنا طفلة إنه هاي البنت فيها شيطان وإنها تعاني من تلبس، وأخذوني على شيوخ العالم كلها لفيتها، ما خليت يعني بفلسطين، بمصر، بالأردن، بالكويت، حتى عشان يطلعوا بالسويد، الشيطان، عشان يطلعوا الشيطان. وهل اكتشفتي ان بالنهاية الشيطان موجود فقط في رؤوسهم ولا لا؟ للأسف، وأنا طفلة صعب كتير تدافع عن نفسك، ما عندك موسوعة، ما أنك قاري كتب، بس بعد أنا هلأ عديت 35 سنة وعرفت إنه هذا الشيطان ما كان إلا هو مجرد فكر أنا مش مصدقيته، وحاسة إنه في أمور بيلبسوها بالشيطان، وهو شيطان اصلا يعني لا له علاقة باليمين ولا بالشمال باللي احنا فيه. هو كان مجرد فضول عندي، انا كنت بدي افهم ليش بيقتلوا وليش بيصير هيك، وكيف كيف نبي بيفقع عين واحد وبيقعد وبياخذ نسوان وسبايا، وين الرحمة؟ وين يعني شو فرق عن هتلر؟ بس لما حدا يقول انا نبي فمستحيل تكون اخطائه بتشبه اخطاء البشر، مستحيل نبي ينهب او يقتل او يسرق ويحلل هذا ويتجوز 4، وهو تجوز 11 11 تقريبا، مش 4، ويحلل للرجل المسلم زاله 4. على اي اساس انتوا بتهدوا حياة انسانة متجوزة بروح تاني يوم بتجوز عليها لمجرد انها كبرت في العمر، او لمجرد انها ما جابتلوش الولد؟ انا اللي بدي اقوله، وانا بحلف ببنات الاثنين ورحمة ابوي بترابه، انه كل شيوخ المسلمين اللي كانوا يقرأوا علي قرآن على اساس انهم يطلعوا جن وشيطان، ورحمة ابوي بترابه بدون استثناء، انهم كلهم حسسوا علي وكانوا يحاولوا معي اوسخ شغلات كطفلة ممكن تعدي فيها، ولا كم شيخ كان منهم عمرك كان وقتها نظيف. عزيزتي ناتاليا؟ كنت أقل من 14 سنة، بس المرحلة السواد في حياتي بلش من 14 سنة لحد تقريبا انتهى هذا الموضوع من 8 سنوات أو 10 سنوات، لأنه اكتشفت إنه أنا ما في شيطان، أنا ما في جن، أنا مجرد واحدة كانت تحب تقرأ وحست إنه في شغلات غلط في حياتها هي معتقدة فيها وهي غلط. كل الموضوع عند أهلي صار إنه أنا في شيطان وفي جن وفي عفريت، وضربت ضرب الحمار ما بيستحمله على مدار 10 سنوات، ومحدش فاهم إنه هاي الطفلة مجرد إنه عندها أسئلة جاوبوها، بس لأنه محدش جاوبني، لأنه أسئلتي كان غريب من نوعها، كانت فوق اللي هم معتقدين فيه. هم ما كانوش واصلين للمرحلة اللي أنا واصلة لها، هم كانوا مصدقين وحافظين ومتأكدين إنه هذا القرآن هذا هو الدين، واللي بيموت على غير هذا الدين بيكون كلب ابن كلب، وكأنه ربنا هذا خلقه حشرة عشان يجي مسلم معفن أصلا ريحته طالعة، بيجي بتعدى على ناس نفوسهم طيبة من جوا، بيقعد يقول لك هذا رح يروح جهنم لمجرد إنه غير مسلم. يا أخي أنت كنت مكان الله لما خلقه،
تعرف كم سويدي عنا هون بيتبرع لبيوتهم لناس مسلمين او غير مسلمين بس لمجرد الانسانية؟ هات لي مسلم بيعمل هيك. احنا عنا المسلم بيكون شيخ وبيقرا بالجامع وبيأذن وعلى متر ارض مستعد انه يقتل اخوه عشان متر ارض. وين الإنسانية؟ إحنا المسلمين حافظين كنا عندنا خوف وترهيب ورعب لأنه من الترباية إحنا تربينا على إنه إذا بتطلع عن الإسلام فأنت مرتد والمرتد رح ينقتل. إذا بتفكر مجرد تفكير مين كيف إجا الدين وكيف إجا الإله وكيف إجا فأنت شيطان والشيطان راكبك وممنوع تفكر. إحنا منعونا نفكر ولما نفكر بنصير مركوبين شياطين وبننضرب وبيتحسس علينا وبالآخر بيقول هذا الشيطان مش رح يطلع إلا إذا حرقتوها أو قتلتوها أو يعني عارف خرافات أنا كان ممكن أروح فيها، كان ممكن عمري ما أشوف حياة أو أكون أم أو زوجة لمجرد إنه واحد متخلف قال لهم هاي شيطانها ما رح يموت إلا إذا هذا مربوط بروحها ومعمول سحر وهبل وخرابيط وقرف. يعني أنا يعني لحد هاي اللحظة أنا بآمن إنه في خالق وفي قوة عظمى في هذا الكون وفي حد عمل كل اللي احنا فيه، ولكن اكيد بعيد تمام البعد عن عن الاسلام، واكيد هو اكتر شيء بيكرهه الاسلام لانه ما فيش حد له حق انه يقتل حد خصوصا بدون سبب بس مجرد انه غير مسلم.